سعيدا نتلاقاو في هذا الاجتماع الاسبوعي ديال مجلس الحكومه. بدايه الحمد لله على امطار الخير اللي سقطت في بلادنا خلال هذه الايام الاخيره، ومؤكد انها غادي تكون عندها انعكاسات باش تحسن الموسم الفلاحي ان شاء الله، والنفسيه ديال الناس كذلك. تماما. قبل ما ندوز للمناقشه ديال جدول اعمالنا ديال هذا اليوم، بغيت نوجه رساله باسمكم جميعا للمنتخب الوطني، ولا يسعني كرئيس للحكومه باسم كافه اعضائها الا ان نعبر عن دعمها ومساندتها للمنتخب الوطني في المباراتين الفاصلتين التي سيجريهما امام منتخب الكونغو الديمقراطي ذهابا واياما يوم 25 و 29 مارس الجاري في اطار تصفيات المؤهله لكاس العالم التي ستقام بقطر هذه السنه. وبهذه المناسبه كنتمنى صديقين ان يتاهل ان شاء الله منتخبنا الوطني للمره الثالثه لهذا العرس الكروي العالمي، ونؤكد في نفس الوقت امننا وثقتنا في هذا الفريق الشاب الذي بصم على مسار جيد خلال المرحله الاولى من هذه الاقصائيات، وابانت كل مكوناته من حبها لوطنها واستعدادها للدفاع عن الوالد بكل تفانين وبذل اقصى الجهود من اجل نيل شرف تمثيل المغرب في هذا المحفل الكروي العالمي. وحنا متاكدين بانه الحمد لله المواطنين المغاربه غادي يوقفوا كلهم وراء المنتخب الوطني لتجاوز هاتين المباراتين الفاصلتين والتاهل لكاس العالم قطر 2022. وفي النقاش مع السيد وزير الرياضه والسيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كيقول لي بان كيوجدوا بانه بعد يمكن بعد التذاكر وكذلك الجمهور مع خطوط الجويه الملكيه اللي يمكن تمشي ان شاء الله في هذه المقابله ديال الذهاب اللي غادي تكون ان شاء الله في يوم 25 مارس. فنتمنوا لهم حد سعيد ان شاء الله في النجاح في هذه المرحله.